peu plus si je peux. Faites le large maximum de l'aide. الحمد لله التحضيرات كتمر في اجواء جيده عائليه واخويه. الحمد لله اننا كسبنا واحد النقطه ايجابيه في التحضيرات هو ان المنتخب الاريتري صاحب المسابقه وحاول ان سوى الدركراكا انه ياخذ الوقت يربح واحد الوقت انه نزيدوا نكسبوا يعني واحد المكسب اللي نشتغلوا عليه اكثر باش نعرفوا الافكار تاع الناخب الوطني واخا حنا كنعرفوها من قبل، لكن هذه بالنسبه لنا البطوله الافريقيه كتنتهز امتيازات اخرى. فالحمد لله التحضيرات كتمر في اجواء اخويه. الحمد لله انا سعيد بالتواجد ديالي رفقه المنتخب الوطني، فشرف لي كاي لاعب مغربي، فانا على اتم استعداد انني في اي وقت وفي اي بغاء الناخب الوطني ولا اي واحد من الستاف ديالو انني نحضر، فانا مستعد على الدفاع القميص. الحمد لله الاسامبلمون دايز بخير، ورانا ماتش اللي ما غاديش نقدروا نلعبوه اللي كايت انولي، دونك كيخليني الوقت باش نخدموا ان بو بلوس سور داكشي اللي باغينا كون في ميتر ان بلاس. مي فوالا عندنا ماتش ان شاء الله نهار الثلاثاء بريباري، دونك غادي نوجدوه دو لا ميور دي فاسون. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.